بسم الله الرحمن الرحيم. إذا رمت أن تحيا سليما من الأذى، وعرضك موفور ودينك صين، لسانك لا تذكر به عورة امرئ، فكلك عورات وللناس ألسن، وعاشر بمعروف وسامح من اعتدى، ودافع ولكن بالتي هي أحسن. هذه كلمات الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه، كلمات تحمل في طياتها الكثير. اسمحوا لي في برنامج تواصل في هذه الحلقة أن أبدأ معكم وأستعرض أهم أخبار كورونا. زي ما تعودنا البرنامج عبارة عن مجموعة من الفقرات، في كل فقرة هنتحدث عن جزئية معينة. أولى هذه الجزئيات هي آخر أخبار كورونا. آخر أخبار كورونا الآن هي تصريح لرئيس وزراء بريطانيا جونسون. يقول جونسون رئيس وزراء بريطانيا أن لقاح كورونا الجديد قد تم تطعيم أكثر من نصف مليون بريطاني بهذا التطعيم. جدير بالذكر أن جريدة ميرور البريطانية ألمحت إلى أن هذا التطعيم، تطعيم كورونا، لم تأخذه الإناث الحوامل لأن المناعة لديهن قليلة، وبالتالي لم يثبت إلى الآن أي تأثير سلبي أو إيجابي على الحوامل. النقطة الثانية اللي أثارتها صحيفة ميرور البريطانية هي أن هذا التطعيم لم تجرى اختباراته على الأطفال الأقل من 18 عاما، لأن احنا عارفين أن الأطفال الأقل من 18 عام ربما لا يصيبهم الضرر من فيروس كورونا، قد يصابوا ولكنهم لا يعانون. الخبر الثالث من أخبار كورونا النهاردة، أحد أهم العلماء المعلومة مهمة جدا 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 عن لقاح كورونا، هيوضح لنا قد ايه الطفرات الجينية التي تعاني او يعاني منها هذا الفيروس اللعين. وانا دايما اقول فيروس كورونا المستبد وليس فقط المستجد. هذا الفيروس عانى من اكثر من 4000 طفرة جينية، 4000 طفرة منذ ظهوره في مدينة ووهان في الصين. الخبر اللي بعد كده عايزين نقول انه الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية بوزارة الصحة لفيروس كورونا صرح تصريح خطير وجميل جدا. قال ان السلالات اللي موجودة في مصر هي ثلاثة، واحدة ضعيفة واثنين اقوية، وده بيفسر لنا ليه بعض الناس كورونا بيجي لها شديد شوية عن الاخرين، لانه في سلالة ضعيفة، المحظوظ من تسكنه هذه السلالة، والاكثر حظا هو من لا تصيبه بالأساس. الخبر اللي بعد كده انه الاتحاد الاوروبي اعلن سعر الجرعة بتاعة فيروس كورونا في الاتحاد الاوروبي، الا وهي 15.5 يورو، 15.5 يورو للجرعة الواحدة من لقاح كورونا، علما بان لقاح كورونا على هيئة جرعتين بينهما 21 يوم تؤخذ في عضلة الكتف، يبقى جرعة ثم 21 يوم ثم جرعة اخرى. تمنها كام في الاتحاد الاوروبي؟ 15.5 يورو. من الاخبار اللي عايزين نقولها برضو بسرعة ان وزارة الصحة المصرية الغت الاجازات للاطقم الطبية تزامنا مع الموجة الثانية من كورونا. وهنا اريد ان اطلق تحذيرا مهما الى مشاهدي هذه القناة الان، ان الشتاء ربما ينذر بخطر اكبر، لان النوافذ عندما تغلق هذه فرصة مع انخفاض درجة الحرارة لتفشي كورونا بشكل أكبر، نظرا لأن درجة الحرارة وإغلاق النوافذ بيؤدي إلى تركيز الفيروس أكثر، وهو ما يسمى بالفيروس لود أو الفيرال لود. ده كان استعراض لأهم أخبار كورونا. وطبعا الفقرة الثانية أنا برحب فيها بالدكتورة رنا مبارك، أخصائي الجلدية والتجميل والليزر، خريجة كلية الطب جامعة القاهرة ودراسات عليا في هذا المجال. أهلا بك يا دكتورة، شرفت القناة. دكتورة رانا، النهاردة حاجة بتهم كثير من السيدات ربما أكثر، هي للرجال والسيدات، ولكن ربما تهم السيدات أكثر، ألا وهي الصبغيات التي على الوجه. إيه أسبابها ودينا فكرة عنها؟ طبعا التصبغات ليها اسباب كتير، يعني اهمها التعرض للشمس بدون واقي شمس، ده بالنسبه للسيدات والرجال.
ده اكتر سبب. طبعا في اسباب بتبقى هرمونيه زي مثلا اللي بيحصل وقت الكلف اللي بيحصل وقت الحمل، وزي الحبوب بقى السيدات اللي بتاخد حبوب منع الحمل برضو بيظهر الكلف ده. دي اهم الاسباب اللي بنقدر نقولها. طبعا في حاجات بقى اللي هي بعض التهابات، بعد مثلا استخدام كريم غير مناسب، استخدام تقشير غير مناسب، استخدام الليزر، كل دي اسباب بتعمل التصبغات اللي في الوجه. تمام. طيب احيانا التصبغات في الوجه تبقى فسيولوجيه زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي، يعني النمش وكلف الحمل او الكلف والنمش بتاع فتره الحمل ده فسيولوجي نعتبره. ايه الامراض او الاعضاء التي اذا عانت وضجت وتالمت ده يظهر في صوره صبغيات على الوجه؟ والله هو في امراض كتير بتعمل لنا مشاكل تصبغات، زي امراض الكبد وامراض الكلى، مشاكل الغده الدرقيه، كل دي مشاكل بتعمل التصبغات دي في الوجه. لو هنتكلم كمان على منطقه محيط العين، بيظهر في امراض كتيره عضويه بتخلي منطقه محيط العين فيها تصبغات وفيها انتفاخات، زي ما قلنا كده امراض الكبد من اشهرها تقريبا، وامراض الكلى وامراض الغده الدرقيه، الانيميا طبعا، نقص الحديد بيعمل التصبغات، يمكن من اشهر الاسباب اللي بتخلي ان في تصبغات في المنطقه اللي حوالين العين. تمام. والتهاب الجلد طبعا زي ما حضرتك والتهاب تفضلتي. طبعا في اسباب بقى موضعيه في المكان نفسه، اللي هو التهاب الجلد اللي حوالين العين او الاكزيما اللي حوالين العين، دي برضو بتعمل تصبغات. تمام. طيب المشكلات اللي حول العين ازاي نعالجها؟ طبعا اي رجل او امراه وبالاخص المراه بتبقى مشكله ليها حته اسفل العين اذا فيها اي مشاكل متعلقه بالجلد، يعني ازاي نقدر نعالجها او ايه اللي بيتم فيها؟ واحنا مهم ان احنا قبل ما نعالج المشكله اللي حوالين العين نعرف هي ايه اصلا المشكله. تمام. ونحدد سببها. زي ما احنا قلنا انه الاسباب قد تكون مرضيه او بسبب عادات غلط احنا عملناها. المرضيه زي ما قلنا عضويه او موضعيه، حاجه في الجلد يعني. طبعا اشكال المشكلات اللي بتظهر في محيط العين مش بس هالات سودا، مش بس تصبغات، ممكن يبقى فيه تجاعيد، ممكن يبقى فيه ترهل في الجلد سواء الجفن العلوي او السفلي، ممكن انتفاخات وجيوب. التصبغات دي قد تكون وراثيه وقد تكون غير وراثيه، لاسباب زي ما قلنا التهابات بقى واكزيما وجفاف الجلد وهكذا. كل دي مشاكل. طبعا من ضمن المشاكل المشهوره قوي اللي بتجيلنا كتير في العياده ان يبقى في حفره او تجويف تحت العين، ده بسبب ان الدهون مع الوقت فقدت، يا اما مع العمر او الفقدان المفاجئ للوزن بدا يبقى في حفره، فده بنسميه هالات غير حقيقيه، يعني بيعكس لون غامق لكن مش بيبقى حقيقتها ان هي لون غامق، هي مجرد شادو او ظل للدهون اللي راحت، فبقى المنطقه دي منخفضه شويه فبدا بالزبط. يظهر ظل على بالظبط، او ان الجلد هنا يظهر بقى الفيلر اللي هنا ده علاجه الفيلر، وفي جلسه واحده ده خلاص الحل النهائي للمشكله دي، اذا لو ما فيش مشكله ثانيه. او ان الجلد نفسه رقيق ففي تحته اورده باينه لونها ازرق برده بيعكس اللون الازرق ده. تمام. يبقى هنا هي الارضيه الماتريكس بتاعت الموضوع بقت ظاهره بالظبط، فده علاجه هنا الليزر، لازم ادخل بالليزر. او ان في ضعف في الدوره الدمويه في المنطقه دي لاسباب كتير بقى، انيميا، عدم انتظام نوم، وكل الحاجات دي. هنا الدم يبتدي يترشح من الاوعيه الدمويه اللي في المنطقه دي، يبتدي يرسب الهيموسيدرين برضو يعكس لي لون ازرق. فالحل زي ما قلنا انا اعرف مشكلتي ايه فاحلها. رقم واحد ان انا هستخدم كريمات لو الموضوع خفيف، كريمات برضو على حسب انا مشكلتي ايه، لو هي انتفاخات اختار كريم فيه ماده زي ماده كافيين، لو انا عندي تجاعيد اختار ماده زي فيها ماده ريتينول وفيتامين ايه، لو انا عندي تصبغات لازم يبقى فيه تفتيح زي جلوتاثيون زي الفيتامين سي وهكذا. التجاعيد مثلا هنحلها بجلسات البوتوكس في العياده، الترهل بنحله بتقنيه البلازماج طالعه جديده، والانتفاخات ممكن نشتغل عليها بالهايفو. تمام. يعني ست سمعانا دلوقتي في البيت بنتكلم على هل كمادات الشاي لها دور في جزء من الحاجات دي، هل مثلا الكمادات الباردة لها دور، امتى استخدمها، حاجة بسيطة لست البيت لو الموضوع مش مقصود بيه جمالا فقط ولكنه صحة ايضا. خليني اقول لحضرتك حاجة، احنا دايما في طب التجميل بنقول ان الوقاية خير من العلاج.
بمعنى ان انا لازم اعلم السيده او البنت ان هي تهتم بالمنطقه دي وتعمل وقايه علشان ما تحصلش المشكله. تمام. فدور الحاجات اللي حضرتك ذكرتها ده علشان اصلا نعمل وقايه للمكان او لو في مشكله بسيطه قوي، لكن يعني مجرد انه تبقى مثلا في حاجه زي حفره لا مش هتعالجها كمادات الشاي، يبقى هنا الفيلر. لكن هما ممكن في البيت نعمل اللي هي زي ما قلنا كمادات الشاي دي، عشان مادة الكافيين دي بتنشط الدورة الدموية. الخيار في شرايح الخيار لو اتحطت في المكان ده فيها مية فيها فيتامين سي بترطب كويس المنطقة دي. الوقاية بقى بشكل عام يهتموا بالمنطقة دي ازاي، يهتموا بالمنطقة دي. معنا ابراهيم ونكمل هذه النقطة بعد اذن دكتورة رنا مبارك. استاذ ابراهيم السلام عليكم. وعليكم كيف ازي يا دكتور، ازي حضرتك؟ اهلا بحضرتك اتفضل. ربنا يجازيكم خير، ربنا يبارك لكم. الله يكرمك. بالنسبه لدكتور اكرمك، ايه هي الفحوصات اللي الواحد يعني يتاكد ان هو عنده كورونا ان هو يعملها، يتاكد ان هو عنده كورونا؟ حضر ورقه وقلم، مش احنا اتفقنا في هذا البرنامج تواصل ان احنا مش بنسعى لعيادتنا ولا تتملي ناس ولا تتملي فلوس، احنا في الفقره دي او في هذا البرنامج كل همنا تواصل. فبالتالي بنقول للناس الادويه والفحوصات ما امكن هذا. جاهز بالورقه والقلم ولا استنى شويه؟ جاهز، جاهز طبعا. جاهز. طيب عموما الحلقه بتتعاد كتير فممكن برضو تعرفها بعد كده. اول حاجه بنعملها هي السي بي سي، صوره دم كامله، ودي مهمه. والدكتور الشاطر يبص على الهيموجلوبين عشان دي حاجه ما تتعداش، يبص على الليمفوسايت عشان الخلايا الليمفاويه بتدور للدنيا عامله ايه. استهلاك خلايا الليمفوسايت كتيره معناها ان الدنيا ممكن تبقى ماشيه في سكه كورونا. كرات الدم البيضاء معناها في التهاب قوي جدا برضو نبص عليها. يبقى كرات الدم البيضاء، الليمفوسايت، الهيموجلوبين، ده من الحاجات المهمة جدا اللي بص عليها في صورة الدم في حالة تتعلق بكورونا. نمرة اتنين وده مهم جدا، السي رياكتيف بروتين. سي رياكتيف بروتين مهم جدا جدا جدا، ده مهم المفروض ما بيعديش خمسة، كل ما علي يدي احتمال لكورونا. وما زال وسيظل اللي انا بقوله ده هو عبارة عن احتمالات اشتباه بكورونا، وانا كتبتها اكتر من مرة. نمرة واحد سي بي سي صورة دم، اتنين اس في الريتين، اس في الريتين، وده كلهم عباره عن دلالات التهابيه. الاس في الريتين هنقول عنه كلام مهم دلوقتي بعد شويه. 3 الاي اس ار سرعه الترسيب، الساعه الاولى كام والساعه الثانيه كام. 4 دي دايمر، وده مهم جدا 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 لان بيقول لنا وارد ندخل لا قدر الله في الجلطه ولا لا. مريض كورونا اللي هيدخل في جلطه ده هيعمل لي مشكله، لانه ده اللي لا قدر الله معرض للوفاه، لانه ده اللي بتحصل له جلطه في الرئه وده السبب الرئيسي للوفاه في كورونا. فيبقى الدي دايمر مهم جدا. تمام كده احنا تقريبا قلنا اغلب الحاجات اللي هي الدلالات الالتهابيه. معايا على الهاتف الان الاستاذ الدكتور عمرو العمرجي، رئيس مجلس اداره معامل الخليه للتحليل الباثولوجي. اهلا بيك دكتور عمرو. اهلا بيك دكتور حسين. دكتور عمرو العمرجي اهلا بحضرتك منورنا. والدكتوره رنا مبارك كانت بتتكلم دلوقتي اخصائيه الجلديه والتجميل والليزر عن التصبغات، وانا مجهز جزء احوله دلوقتي عن تصبغات الكلى. ازاي الكبد، ازاي الكبد يدي مرايه للجسم؟ ودايما كانوا اساتذتنا في قسم 2 في الكبد وانا خريج قسم 2 قصر عيني كانوا يقولوا لنا بص في وش العيان تعرف عنده ايه، عنده الكلى، عنده الكبد، كل حته مرآه، زي ما اللسان قلنا الحلقه اللي فاتت هو مرآه. حضرتك هتحكي لي دلوقتي عن حاجه مهمه جدا اسمها التصبغات او الصبغه الحقيقه المناعيه. الصبغه المناعيه دي تقنيه او شيء بيتعمل بيه عن طريقه نقدر نعرف المنشا الحقيقي لخلايا الاورام. يبقى احنا غطينا كلمه صبغه النهارده من ناحيه الجلديه مع الاستاذه الدكتوره رنا مبارك، هنغطيها مع الكبد، وهيغطي لنا الجزء بتاع الصبغات المناعيه الدكتور عمرو العمرجي. لانه يا جماعه اي خليه سرطانيه او احنا شاكين هي سرطان ولا لا بنحطها تحت الميكروسكوب. لحد دلوقتي الناس مش مفرقه بين تحليل معمل فاتح اصلا تحاليل، ومعمل تاني بيفحص خلايا نسيج من حاجه شاكك انها ورم، اوديها للدكتور عمرو العمرجي. عمرو العمرجي معمل الخليه هيشوفها ويقول لي الدنيا عامله ايه وفيها ايه. اول ما يلاقي الخليه مش باينه هي اصلا ايه يبدأ بقى دور الصبغات المناعية عشان تقول لي حتة الورم دي جاية من الكبد، جاية من الكلى، جالية، جاية من أي حاجة تانية. اتفضل يا دكتور عمرو. تحياتي لحضرتك دكتور حسين. أهلا يا دكتور عمرو. مشاهدي الكرام جميعا. مبدئيا كده احنا طبعا في عصر الأورام للأسف الشديد. أهم خطوة في مشوار الأورام هو التشخيص. لو
لو وصلنا لتشخيص كل شيء بعد كده يبقى سهل. صحيح. احنا دلوقتي بتواجهنا مشكله من عشرات السنين ومئات السنين ومن بدايه تعرفنا بالورم، هي الخلاف حول اذا كان في ورم في مكان معين منشأه من نفس المكان بنسميه برايمري او اولي، اولي وثانويات بعد كده جاي من عضو تاني وبنسميه ثانوي. دي اهم مشكله بتواجهنا. صح. وكانت المشكله دي لغايه التسعينات، تسعينات القرن الماضي، تسعينات من 20 سنه تقريبا ملهاش حل وفيها خلاف شديد، لغايه ما ظهرت التقنيه دي دقيقه جدا باجهزه عاليه الدقه. التقنيه دي بتخلينا نفرق كويس قوي وبدقه شديده جدا اذا كان الورم منشأه من المكان ده ولا جاي من عضو تاني. يعني مثلا ورم في العظم، العظم هل المنشأ، هل منشأ الورم من العظم او نخاع العظم او جاي من مكان من بره زي مثلا اعضاء البطن او البروستاتا او الثدي، بيفرق جدا جدا تحديد اذا كان الورم اولي او ثانوي. صح. بيفرق جدا في العلاج. صح. احنا الخلايا للاسف الكلام ده بنفاجئ بيه او بنواجهه لما بنلاقي ورم شديد الشراسه، الورم الشرس بتتحول الخلايا فيه، بتتحول الخلايا فيه لحاجه اسمها خلايا غير متميزه. يعني خلايا ملهاش ملامح. يعني ايه غير متميزه؟ يعني انا دلوقتي لما ببص على خلايا جنين في ساعاته الاولى وايامه الاولى ما اقدرش اشاور واقول ايه الخليه اللي هتكون لي كبد، وايه الخليه اللي هتكون لي كلى، وايه الخليه اللي هتكون لي مخ. صح. كلها خلايا متشابهه زي الاطفال اللي بيتولدوا في ايامهم الاولى ما لهمش ملامح، وبعد كده كل طفل بتظهر له ملامحه الخاصه بيه. تمام. الخلايا كده. يعني التقنيه دي افادت الدكتور عمرو العمراجي في معامل الخليه للفحص الهيستوباثولوجي علشان يبين الاندفرنشيشن. عايز في خلاصه في عجاله كده في دقيقه تقول لي لو حد معاه عينه والعينه دي من حاجه معينه وانا عارف وانتوا عارفين الاسره اللي فيها مريض شاكين انه العينه دي هتطلع ورم سرطاني او حميد بيبقى شعره بين الحياه والموت. العينه دي اللي الراجل شايل الازازه فيها اللي اداها له الجراح من العمليه وراح بيها لمعامل الخليه مثلا عند الدكتور عمرو العمراجي وكله امال واحلام انها تطلع مش سرطان، يعمل ايه لحد ما يوصل المعمل عشان ما تبصي فتدي نتيجه غلط فيطلع التشخيص غلط فيبقى احنا اتضرينا بسرعه كده في دقيقه؟ طبعا حفظ العينه ده شيء مهم جدا. لازم في ماده حافظه معينه مين بتتعامل فيها معامل تحاليل الانسجه والاورام. تمام. والاطباء المعالجين عارفينها. تمام. يعني طبعا تخصصنا تخصص دقيق جدا يا دكتور حسين. تمام. والاطباء كلهم عارفين وحضرتك عارف. تمام. ان الفرق كبير بين تحاليل الدم وتحاليل الانسجه والاورام. تمام. ولازم العينه توصل بشكل صحيح. ده نمره واحد. اثنين يا دكتور عمرو. اثنين، ان قرار الباثولوجي او تحليل الانسجه والاورام ده زي قرار القاضي، فرجاء للمريض تاكد كويس جدا ان انت حضرتك بتتوجه للمكان الصحيح للتشخيص. صحيح. معامل تحاليل الانسجه والاورام. صحيح. ثلاثه كبير في ثلاثه. ثلاثه ان هل المريض في دور للشمس للتعريه للرطوبه للضوء على العينه، هل في ظروف مناخيه معينه؟ اتفضل. هو طبعا كل ما كان التوجه للمعمل اسرع يكون افضل. تمام. يا ريت العينه ما تعديش عليها ساعه او ساعتين بالكثير. تمام. ولو عليها ماده حافظه احنا ممكن ننتظر 6 ساعات او 12 ساعه. يبقى 6 ساعات لو عليها ماده حافظه. تمام. 6 ساعات هي الوقت اللي يوصى بيه، بعد كده ممكن تتعرض الى التلف فبالتالي النتيجه تطلع غلط، فقرار الدكتور اللي بيعالج الورم ده هيبقى قرار خاطئ ولا يستفيد المريض منه. انا بشكر الدكتور عمرو العمراجي رئيس معامل الخليه المتخصصه في الهيستوباثولوجي او في علم الخلايا، اللي لما حد يروح لدكتور جراح وياخد عينه كانت من الغده كانت من الكبد كانت من اي حاجه ويقول له روح حللها لي في معمل الخليه عشان اتاكد هي سرطان ولا لا. العائله تقضي ليلة لا يعلم بها الا الله. انا عندي مرضى وبتابعهم بقول لك ما بيناموش هذه الليله او هاتين الليلتين اذا الموضوع تاخر لحد ما يبان النتيجه حميد ولا خبيث، يعني حياه ولا موت تقريبا. شكرا دكتور عمرو. برجع للدكتوره رنا مبارك. كان اخر جزء قبل ما يجي الدكتور عمرو احنا كنا بنتكلم على الصبغيات ولكنها صبغيات اخرى، اللي هو في اسباب وراثيه او غير وراثيه في الجزء بتاع الصبغيات. تمام. اه
احنا كنا بنتكلم عن ان في اسباب وراثيه في محيط العين، في تصبغات محيط العين، واسباب غير وراثيه. تمام. الاسباب الوراثيه للاسف بتبقى نتائجها في العلاج ابطا شويه، وبتبقى يعني النتائج مش كويسه قوي زي الاسباب الغير وراثيه. تمام. الاسباب الغير وراثيه بقى بنعالج السبب، يعني لو في اكزيما في الجلد بنعالج الاكزيما، لو في جفاف ترطيب مستمر وهكذا. تمام. انا بفكركم بس تاني ان احنا في انتظار اتصالاتكم الهاتفيه على الارقام اللي موجوده على الشاشة. احنا بنرحب بكل اتصالاتكم. يمكن الحلقة النهاردة خدت شكل تاني علشان موضوع الصبغيات اللي جات من اكتر من حد بيسأل عنها، فكل ما اسئلة هتيجي في تخصص معين هنجيب دكتور في تخصص معين. هجاوب بس على الجزء بتاع الصبغيات في الكبد، لانه النهاردة الحلقة مقتضبة الحقيقة علشان ظروف تغيير الخريطة بس او حاجة كده في الخريطة، انما ان شاء الله من المرة الجاية هيبقى نفس الوقت بتاع برنامجنا. انا عايز اقول بس انه احيانا التصبغات بتاعه انطباع مرض الكبد على الوجه ياخد الشكل ده، لانه الكبد لو كسلان هيطلع استروجين عالي، بيطلع انزيم اسمه التيروسينيز. التيروسينيز ده الحقيقه بيرتبط بالنحاس، النحاس بيأثر على الميلانين، فبالتالي بيؤدي الى زياده الميلانين، وده بيعمل تصبغات. ده ليه الكبد لما يكسل يعمل الصبغه دي. من الحاجات التانية الريحة الوحشة من البق اللي بتطلع من مريض الكبد اللي فيه تليف، وده بيطلع الحقيقة نتيجة وجود عنصر الكبريت. عنصر الكبريت أو المركب اسمه كبريتيد ثنائي الميثايل، ده بيخلي رائحة البق بتاعت مريض الفشل الكبدي أو اللي في نهاية الكبد في نهايته رائحة التفاح العطن. التفاح لما يفسد بيطلع رائحة، هي الرائحة دي اللي طالعة من فم هذا المريض. كمان الصفرة، طبعا حضراتكم عارفين الكبد لو تعب بيبقى فيه الجوندس او الصفرة، بتبقى في بياض العين والميوكس ممبرين اللي هي الاغشية المبطنة، وبيوجد على الوش كمان. عشان كده انا قلت في الحلقة كانوا يعلمونا اساتذتنا دكتور الجارم ربنا يديه طول العمر، والدكتور ياسين عبد الغفار اللي كان بيعالج عبد الحليم حافظ وكان يعني مش عايز اقول صديقي لانه استاذي الله يرحمه، كانوا يعلمونا انه في حاجات لو انا مدي ظهر للعيان وماشي هو ورايا له خبطات على الارض تعرفنا المرض. يعني هو ماشي تك 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 تك، ده عنده مرض كذا، تك من مشيته انا ما شفتوش، وحاجات اشوفها في عينه زي مثلا انه مرضى الكلى وشهم مطفي في السواد بتاع الارض فنسميه ايرثي لوك، وزي انه مريض الكبد ما فيهوش اللمعان فبص في وشه الاقيه ما فيش البراقه، انه مش براق مش لامع، بيسموها لاكو فلاستر، يعني ما فيش اللمع، وشه مطفي. مريض الكبد مريض وشه مطفي، مريض الكلى مريض وشه مسود واخد شكل الارض فنسميه ايرثي لايك او ايرثي لوك. ايرثي لوك. طيب كنت محضر حاجات كتيره، لكن تعالوا نفيدكم بمعلومه مهمه جدا، انه في اطعمه زي ما حكينا المره اللي فاتت تقوي المناعه ضد كورونا، واطعمه تحب كورونا تحبها قوي كورونا، زي الصودا، المياه الغازيه. من الخطا جدا انك تسقي ابنك بيبسي الايام دي. اذا المياه الغازيه والصودا والحاجات دي غلط، فهي النهاردة في عصر كورونا ألف غلط. أرجوك ابنك لو ماسك إزازة الحاجة الساعة وبيقدمها لبقه اضرب إيده ووقعها، مش عشان ده عيب بس، لأ ده أيام كورونا عيب وكمان حرام. الحقيقة المعجنات، البسكويت اللي هو البسكوت، يعني كل الحاجات دي اللي انت الجاتوه، أرجوك ده مش عايز أقول لكم يعني كورونا بتتغذى عليه، في إيه أكتر من كده؟ إذا كنا قلنا إن اللبن السرسوب اللي في الصيدلية اسمه بروفان، برافوتين، لاكتوفيرين، الثلاثة تلات أسماء، أي حاجة منهم بتنافس كورونا، فكورونا عايز تدخل الخلية يجي اللبن السرسوب اللي هو البرافوتين، وعشان أحفظ الناس يحفظوا يجيبوه لو عرفوا يجيبوه من الصيدلية ولقوه اسمه برافوتين. ابنك لما يعمل حاجة تقول له إيه؟ برافو، حط عليها تين، هو ده اللبن السرسوب. تمام؟ طيب البطاطس المقلية أرجوكوا لأ، رقائق البطاطس، اللحمة المعالجة زي اللانش والسجق والحاجات دي كلها لأ لأ لأ. طب إيه بقى؟ علبة زبادي فيها كركم، فيها قرفة، فيها زنجبيل، فيها حبة سوداء، فيها فص ثوم مهروس، فيها بصل معمول ترانشات. خلص وقت الحلقة، وكالعادة لابد أن أشكر ضيفتي اليوم الأستاذة الدكتورة رنا مبارك. شكرا يا دكتورة على هذا اللقاء والمعلومات القيمة الحقيقة اللي استفدنا بيها. أعزائي المشاهدين، أعزائي الوحيد أنه البرنامج بيتذاع كل أسبوع إن شاء الله من 10 ل 11، فانتظرونا دايما، ادخلوا على اليوتيوب اكتبوا الدكتور حسين الشورى برنامج تواصل، هتلاقي ان شاء الله دايما حلقات البرنامج نازله. وفي النهايه امنوا معي، اللهم انت ربي لا اله الا انت، خلقتني وانا عبدك، وانا على عهدك ووعدك ما استطعت، اعوذ بك من شر ما صنعت،
أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله إلى قلب أخيك المسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك صدقة، يختمون حلقاتهم بكلمات وأختمها بابتسامة.